بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إله أهل مصر المعظم، الحاكم أمن حوتب الرابع ومرافقوه يدخلون الآن. القصد من دعوتنا للكهنة وللمعبرين ولأعاظم وأشراف طيبة
هو امتحان معبر شاب يدعي أنه قد تمكن من تعبير منامنا، ونحن اليوم بصدد أن يقف الحاضرون على حقيقة ادعائه. أصادق هو أم كاذب؟ يحيى حاكم مصر العالم أمن حوتب الرابع. يزر سيف رغم خدمته لسنوات مديدة في قصر بوتيفار، إلا أنه لم يتعلم بعد أن يركع أمام إله مصر ويعظمه. لعل الركوع عندكم أصبح أمرا عاديا، فأنتم تركعون لعشرات الآلهة على اختلافها، أما أنا فلم أركع حتى الآن إلا لرب واحد ومعبود واحد. أرجو أن لا يفسر جناب الحاكم عدم ركوعي على أنه عدم احترام. لكن هذا التصرف بعرف أهل ووجهاء مصر يعتبر إساءة كبيرة. لو كان الأمر كما يقول الكاهن الأعظم وكنت قد تعلمت الركوع والخضوع لخضعت للحسان من نساء طيبة وما قصيت عذاب السجن لسنوات. جميعكم تعلمون أن قصدي من إقامة هذا المجلس هو الحصول على تعبير منام قد رأيته مؤخرا. لا شك أن معبري مصر الحاذقين والمجربين قد قاموا حتى الآن بتفسير رؤاي، بينما أن هذا الأمر ليس متوقعا من يوزر سيف الشاب، فهو كان يطوق إلى هذا الاختبار ونحن أردنا أن نفحص قدرته. بعضكم قد سمع وصف منامي. أجل لقد سمعناه. نعم لقد سمعناه يا سيدي، لكني أود أن أعيده على مسامعي. في الليلة الأولى رأيت 7 بقرات سمان خرجن من نهر النيل وانشغلن بالرعي على الشاطئ، ثم رأيت النيل قد جف وخرجت من قعره 7 بقرات عجاف، ثم هجمت البقرات العجاف على البقرات السمان وابتلعتها جميعا. إضافة إلى رؤيا البقرات، رأيت في الليلة الثانية 7 سنابل خضر ملأ بالقمح، رأيتها وقد يبست ووقعت على الأرض، وذلك بفعل 7 سنابل يابسات. جناب الخماه وكهنة المعبد سمعوا وصف رؤياي قبل الآن وقد استمهلوني حتى اليوم لينظروا في تعبيرها. أنا الآن بانتظار سماع تفسيرهم.
حسنا، ماذا حصل؟ تفضلوا نحن نسمع. لقد بذل جهود كثيرة وحثيثة، راقبنا أحوال النجوم والكواكب وبحثنا فيها، طلبنا العون والمدد من أرواح أسلافنا، طلبنا العون من الشياطين والعفاريت لنتمكن من الوقوف على تفسير، ولكن إنها ليست من المنامات التي نعجز عن تفسيرها، لكن منام الحاكم يختلف كثيرا عن المنامات الأخرى. إنها معضلة لا جواب لها، وقلعة لا يمكن اقتحامها، وقد أبطلت كل أورادنا وعطلت كل ما جربناه من السحر وغيره. جل ما توصلت إليه جهودنا نحن المعبرين هو أن البقرة قد فسرت في أساطير مصر بالسنة، فقط هذا. سنة؟ سنة؟ تمخض الجبل عن فأرة والنيل عن بعوضة. هل هذا هو تفسير رؤيانا؟ البقرة تعني سنة؟ حسناً يوزارسيف، الدور لك. ما هو تعبيرك للرؤية؟ ليس تعبيراً يا عالي المقام، أنا سأنبئكم بتأويل رؤياكم. التأويل والتعبير، ما الفرق بينهما؟ أصل التعبير مبني على الحدس وظن المعبر، وتحققه ليس قطعياً. أما التأويل فمتجذر في الحقيقة الملكوتية للرؤية، وما أقوم بتأويله قطعي الحصول ومتحقق لا محالة، ولا سبيل للتبديل والتغيير فيه أبداً. أن لك كل هذه الثقة يوزارسيف، فأنت شديد الثقة بتأويلك. ذلك من عند الله ربي، ولا أقول شيئاً من عند نفسي، بل ربي هو الذي آتاني علم التأويل. ما تقوله أنت ادعاء فارغ، والطريق طويل قبل أن تثبت حقيقته. ما تزعمه أنت وربك دونه حجب الترديد والإبهام. إن سمحتم لي من فضلكم فسوف أزيل حجاب الترديد هذا، وسوف أقوم بتبيان حقيقة الرؤية، وسوف أثبت لكم قدرة ربي. إن لم يكن مانع لدى جنابي الخماه فلنتعاون في تفسير هذه الرؤية. لقد قال معبركم للتو إن البقرة في أساطير مصر كانت تفسر على أنها سنة، أليس صحيحاً؟ أجل، لا نشكك في هذا. هل توافقون معي أن منام البقرات ومنام السنابل متشابهان وحقيقتهما واحدة؟ يظهر أنها كذلك. أليست السنابل الخضر الملأ بالقمح علامة على وفور الحصاد، والسنابل الصفراء اليابسة علامة على القحط؟ لا يخطر ببالي تفسير آخر. والحال هذه، ألا يمكن لنا أن نقول في النتيجة إن مصر قادمة على 7 سنوات من وفرة المحصول وسبع سنوات من القحط والجفاف والجوع؟
أحسنت، أحسنت يوزرسيف، هذا أفضل التفسير على الإطلاق وأقربها إلى منامي. هذا تعبير صحيح ودقيق، أنا أجل وأحترم يوزرسيف. رأيت جناب ألخمه؟ ألم أقول إن هؤلاء حفنة رجال مدعين لا نفع يرجى منهم؟ ويمكنهم أن يبنوا على تصوراتهم الواهية فيقول بالحدس والظن الذي لا يغني عنهم شيئا. يظهر هذا التأويل صحيحا، أما التعبير الذي لا يكون مطابقا للواقع فيجب أن يوضع موضع التشكيك. هل سمعتم يوما عنا النيل المقدس قد تخلف عن ري أرض مصر وعن سقيها أيضا؟ هذا التعبير يتناسب مع أرض السواد إلى الجنوب من مصر، ولا يتناسب مع أرض طالما تغنت بامتلاكها للنيل. لكننا سمعنا من أسلافنا أن النيل قد جف وانحسرت مياهه عدة مرات سابقا، إلى حد أن الطيور لم تعد تجد ما تروي به ظمأها. سيدي الحاكم، إن سلمنا جدلا أن تعبير يوزرسيف للرؤيا ليس صحيحا، إلا أن العقل يحكم أنه يجب إيجاد حل للحؤول دون وقوع هذا المكروه. بهذا التعبير يتبين أن خطرا عظيما يتهدد مصر في المستقبل القريب. ما سبيل النجاة؟ طريق الحل سيكون في استغلال سنوات الوفرة السبع في الزراعة وادخار الفائض لسنوات القحط والجفاف فينجو الناس من الكارثة. أحسنت، أحسنت يا يوزرسيف الحكيم، اقتراحك للحل صحيح ومثالي كتعبيرك. تقصدون أن 14 سنة من عمر المملكة سوف تكون مرهونة برؤية؟ وهل تقترحون حلاً أفضل من هذا؟ إن افترضتم أن هذا الخطر محتمل، أفلا ينبغي أن نبذل جهدنا لتدارك هذا الاحتمال؟ بلى، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن 14 سنة من عمر المملكة أكثر قيمة من أن تهدر في سبيل رؤية، وأن يتم صرف رأس مال الدولة في التحضير لمواجهة خطر واهٍ قد لا يتحقق. العقل يحكم أن نأخذ بالاحتياطي ونعمل به. لعل الاحتمال يتحقق، عندها إن لم نكن قد تداركنا الأمور فماذا عسنا نفعل بالقحط؟ إنها لسعادة عظيمة أن نكون مطلعين على ما هو آت. الآن وقد عرفنا الحل يمكننا أن ندفع هذا الخطر العظيم. نحن شاكرون جدا يوزرسيف، لقد أنذرنا من الخطر الداهم. نحن شاكرون أيضا لرب يوزرسيف، والسبب هو أنه يرأف باتباع الآلهة الأخرى. لقد سمعتم جميعا قضية عفة يوزرسيف واجتنابه الخطيئة، وشهدتم أيضا حكمة ودراية يوزرسيف وإدراكه وفهمه، وقد رأيتم أنه آخذ بمجامع علم التأويل. منذ اليوم سيكون أمينا لدينا. يوزرسيف سيحظى من اليوم بالمقام المطلق، وسيكون أمينا عاما لنا. أنا اليوم فرح ومسرور، ولن أوبخ المعبرين من رجالك كي لا ينقلب هذا السرور غضبا. لقد ظهر اليوم للجميع ضعف آلهة مصر والكهنة ومعبري المعبد وذلهم وحقارتهم، وقد رأيتم أن ثمة إلها آخر أعلى شأنا من الإله أمون. والآن عليك أن تأخذ معبريك وأن ترحل من هنا سريعا قبل أن يطالهم غضبي. Thank you.
أيها العجوز الخرف الأحمق، لازلت لا تدري متى تفتح فاك ومتى تغلقه وتخرس؟ تأكل خبز أمون وتنبري للدفاع عن عدو أمون؟ لقد كان تعبيره صحيحا، ولم أجد بدا من أن أنصفه. ومن طلب منك الدفاع أيها الأحمق؟ لما لم تسكت كما فعل غيرك؟ لماذا أقررت للعدو بصوت رأيك؟ عالي المقام جناب الإخماهو، لماذا تضرب كاهن المعبد؟ جناب الإخماهو بد يموت. نعم عالي المقام، خذه هيا. اصفح عني، أنا لست كائنا عالي المقام. اصفح عني عالي المقام، ارحمني ارحمني يا عالي المقام، ارحمني أرجوك. لم يحدث حتى الآن أن فضيحة كهذه الفضيحة حلت بالمعبد والكهنة. لا شك أن هذه الفضيحة سوف تنتشر في مصر كالنار في الهشيم. سوف يقول الناس إن رب يزرسيف العبراني الواحد الأحد، إن رب راعي غنم جوال متوحش قد انتصر على إله آمون العظيم. وسيقولون إن يزرسيف الشاب عديم الخبرة قد تمكن من الانتصار على الكهول من معبري مصر في تأويل الرؤية، خصوصا أن أهل مصر يعبدون المعبرين كما يعبدون الآلهة الأخرى. آمون يا إلهي العظيم، ارأف بنا، كم علينا أن نسعى للتخلص من آثار هذه الفضيحة. عفوا، هل أنت من العاملين في القصر؟ ماذا تريد؟ يوسف، عفوا، هل تعرف يوزار سيف؟ ماذا تريد من؟ هل هو في القصر الآن؟ ولنفترض هذا. اسمعني، أنا من أصحابه القدامى. أنت؟ من أصحاب يوزار سيف؟ مالك، مالك بن زعر. أخبر يوزار سيف أن مالك يبحث عنه منذ 20 سنة. بناء على ما رآه جناب يوزرسيف في تفسير منامي، فإننا على أبواب قحط عظيم، وعلينا أن نجد مخرجا من هذا المأزق. يجب إيكال إدارة الأمور إلى شخص يكون مديرا ومدبرا، إضافة إلى أمانته وصلاحه. أنتم يا وجهاء مصر وأشرافها، هل تعرفون أحدا تلك صفاته؟ أجل نعرفه. نعم فوتيفار، إنه مناسب جدا لهذا العصر. عالي المقام فوتيفار، فوتيفار هو أفضل شخص نعرفه يمكن له أن يدير هذه الأزمة. فوتيفار على فراش المرض، ولا طاقة له على حمل مسؤولية ثقيلة كهذه. عالي المقام، الشخص الذي أراه جديرا بهذا المقام هو هورن هوب، رئيس حراس القصر. هورن هوب يتمتع بلياقات كثيرة، لكن أكثر ما يليق به هو قيادة العسكر وليس الإشراف على الزراعة. يا يوسف،
هذه المسؤولية العظيمة تقع على عاتقك، عليك أن تقبلها. فإرادة الله تقضي بأن تبسط قدرتك على بلاد مصر بأسره. حضرة جناب الحاكم، أوكل إلي هذه الوظيفة واجعلني أميناً على خزانتي وأمور زراعتي في بلاد مصر لو سمحت. فكما يمكن لي أن أحافظ على غلة الناس وأماناتهم، يمكنني أيضاً الخروج بتدابير وسياسات مناسبة في إدارة المملكة جناب الحاكم. نعم، ومن سيكون أفضل منك؟ أنا واثق أن باستطاعتك تولي هذا الأمر. أجعلك من اليوم على رأس خزانة الزراعة لإدارة أمور الزراعة في مصر، وأبلغ الجميع أن جناب يوزرسيف سيكون من اليوم فصاعدا كبير المستشارين لدى حاكم مصر. إنه وإن كان عالما لكنه غريب عنا. أتظن أنه غير قادر على حمل هذه المسؤولية الكبيرة؟ هل صحيح أن ربه أعلى شأناً وأرفع مقاماً من آلهتنا؟ أولم ترى كيف سلم له ألخماه مرغماً والمعبرون سلموا له وانهزموا بين يديه؟ إن تعيين غريب في مناصب الدولة هو بحد ذاته هزيمة لأشراف مصر، ليس إلا. أنتم يا أشراف مصر ووجهاءها تعلمون أي مقام رفيع يحظى به المعبرون لدى الناس، وأن هذا المقام ليس سهل المنال. جناب يوزرسيف هو معبر رؤية لم تشهد له مصر نظيرا من ذي قبل، وقد قررت الآن أن أقيم حفلا عظيما تكريما وإجلالا له. هل لدى جناب يوزرسيف أي طلب؟ أود أن أنفذ له جميع طلباته. لقد بالغ الحاكم اليوم في التفضل علي والإحسان إلي، وما أتمناه هو أن يكمل جنابه ما ابتدأه. سأقبل أي طلب يتقدم به جناب يوزرسيف. لدي طلبان، الأول هو أن يتم الإفراج عن النسوة من قيد السجن. والثاني أن يتم الإفراج عن سجناء زويرة، وأنا أضمن لكم صلاحهم وحسن سيرتهم وسلوكهم. إنما قمنا بسجن النسوة من أجلك أنت، فإن شئت أفرجنا عنهن. لكن لعلك قد نسيت أن زليخة هي التي تسببت بأن تقضي سنوات في السجن. أجل يا جناب الحاكم، لقد سعيت جاهداً أن أنسى ذلك. لقد قضيت سنوات مديدة في السجن بسبب زليخة، وهي امرأة خائنة ومهووسة، يجب أن تنال جزاءها. أنا لم أخلق لأشغل نفسي بالانتقام، إن من يدعو الناس إلى العفو والرحمة والمغفرة لا يمكنه أن يكون هو أهلاً للعداوة والانتقام. كنا نظن أنك سوف تسعى للانتقام من زليخة وبوتيفار أشد انتقام. أنا لم أطلب غير رفع التهمة الباطلة عني، وليس فقط أني لست بوارد المطالبة بسجنهما، بل أدعو إلى إخراج كل الأبرياء من السجن أيضا. طلبك في إخراج سجناء زوير ليس في محله، فهم أناس خاطرون، وهم ذو سوابق بمخالفة أمون وحكومة مصر، وجرائمهم متعددة، ومنها خيانة حكومة مصر. لقد عشت معهم لسنوات عديدة، ويمكن لي أن أضمن لكم سلامة سيرتهم وأخلاقهم، فهم لم يعودوا كما عرفتموهم في السابق. الأمر عائد إليك، أصبحت تتمتع بصلاحية إصدار المراسيم، يمكنك إبلاغ المأمورين بأي إجراء تراه مناسبا فيمضوا في تنفيذه. أصدر أمرك فيتم إخراجهم. شكرا لك يا عالي المقام.
أخبر القائد. يحيى القائد تاكلوت. حييت، جئتك برسالة من جناب هورن هوب. لمن هذه الرسالة؟ هي لجناب كيدامان. حفظكم الإله آمون. أمرك مطاع. افتحوا. اسمعوا جميعا، أعيروني انتباهكم. من مستشار حاكم مصر المحترم إلى كيدامان رئيس سجن زاويرا، بعد اطلاعنا على حسن سلوك سجناء زاويرا وبعد الأخذ بعين الاعتبار أن كثيرا من السجناء إنما دخلوا السجن ظلما بغير ذنب ارتكبوه، نرى لزاما علينا أن نهب السجناء ما بقي عليهم من أيام عقوبتهم، وعليه فإن هذا البلاغ يعتبر بمثابة حكم الحرية لكل السجناء. مستشار حاكم مصر يوزر سيف. لا يمكن تحمل سجن زاويرا بدون يوزر سيف. يا ليتني تخلصت من السجن ولحقت بيوزر سيف برفقتهم. أجل، ما تقوله هو لسان حالي. نحن حرائر؟ أجل، بأمر من مستشار الحاكم جناب يوزر سيف أنتن حرائر. ما الذي قلته؟ يوزر سيف أصبح كبير مستشاري الحاكم؟ أجل، هو كذلك. هل سمعتن؟ يوزر سيف أصبح مستشار الحاكم أمن حوتب. أتعلمنا ما معنى ذلك؟ معناه أن الحاكم أيضاً مولع به. وهل يمكن تخيل جوار يوزر سيف دون الوقوع في شراكه؟
وهذا ليس إلا البداية. من الآن سترون الجموع الغفيرة من محبيه. لا محمل في انتظارك زليخة، عليك أن تسيري. سمعتهم يقولون إن الكهنة بدوا أمامه ضعفاء صاغرين. ما يقوم بتأويله يحدث لا محالة. يقول إنه تعلم تأويل الرؤية هذه من ربه ولا يقول شيئا من عنده. أجل، كان يديم الحديث عن ربه. أظنه يريد القول إن ربه أقوى من آمون أيضا. ألغماه اليوم حزين للغاية. لم يستطع الكهنة أن يرفع رؤوسهم بوجهه. هو أعلم من جميع المعبرين في مصر. قال إن مصر قادمة على 7 سنوات من الوفرة و7 سنوات من القحط والجفاف. علينا أن نقلق بشأن الأيام القادمة. وما أدراك أنها أيام قحط؟ من حيث إنهم يقولون إن يوزارسيف لا يخطئ في تعبير الرؤية، ومن حيث إن العاقل لا يستهين بالتحذيرات على الإطلاق. إن كان يوزارسيف هو الذي فسر هذا المنام فسوف يقع ذلك لا محالة. إنه محق، فإن حصل القحط وكنا قد ادخرنا فلن نموت جوعا، وإن لم يحصل القحط فلن نكون قد خسرنا شيئا. أين أنت يا يوسف؟ فالكل يتحدث عنك، لماذا لا يمكنني أن أعثر عليك؟ هل أردت شيئا؟ لا شغل لي معك منذ أمد بعيد، لكن بسبب ما حصل اليوم في قصر أمن حوتب أرى أنه من الضرورة بمكان أن أذكرك أنت وأهل القصر ببعض الأمور. إن تذكرتم جيداً فنحن قد قمنا منذ قرابة 10 سنوات بإرسال يوزارسيف إلى السجن لنجعله عند الناس حقيراً وصغير القدر. أما ذنبه فكان أنه لم يخضع لزليخة ولم يخضع أيضاً لنساء طيبة المهووسات، لكن ترون أن الحقارة والصغر لحق بي وبزليخة. وقد نال يوزارسيف من الرفعة والمكانة ما لم نكن لنتصوره حتى لأنفسنا. أمس افتضح أمري وأمر زليخ عند جناب الحاكم. هي بسبب هوسها وخيانتها لزوجها وظلمها ليوزارسيف البريء. أما أنا
فبسبب سجن إياه والمشاركة في خيانات زليخة. هذا يجب أن يكون درسا وعبرة لكم جميعا. دعوا لساني يفصح عن الحقيقة المكنونة في صدري منذ 20 سنوات. زليخة أذهبت ماء وجه زوجها وأهل بيتها، وقضت على سمعتنا الحسنة في سبيل اتباعها لشهواتها. اللعنة علي إذ أعنتها على ذنبها، وتسببت لشاب عفيف النفس وعالم وحكيم كيوزر سيف بأن يدخل السجن ظلما وعدوانا. أنا أعترف بذنبي وبجريرتي، لكن وصفك يوزر سيف وتعظيمك له يبين أن قلبي لم يتعلق بحقير. أنت لا تدركين مدى قبح ما تنطقين به. معنى كلامك هذا هو أن النساء لا حرج عليهن في خيانة أزواجهن إن وقعن على من هو أفضل منهم، ولا حرج عليهن في إفناء البشرية إدراكا لذلك. اللعنة على النساء المهووسات أمثال زليخة، واللعنة على الرجال أمثالي الذين لا يحركون ساكنا إذا أفعال قبيحة كأفعال زليخة. نيميسابو؟ نعم سيدتي. هل علمت أن يوزر سيف خرج من السجن؟ أنا كنت هناك عندما خرج من السجن. هل تعلم أنه الآن رئيس خزانة مصر وكبير المستشارين لدى أمن حوتب؟ ليس ذلك خافياً سيدتي. وبعد خروجه عمل على إخراج سائر السجناء. يوزر سيف لا يتوقع منه غير ذلك. ونسوة مصر الخائنات خرجنا بسببه أيضاً. أي شخص مكانه ما كان ليصفح كما فعل. هو الآن يطلب لك الحرية أيضاً. أنا يوزر سيف يحررني أنا؟ أجل، عشق يوزر سيف يقوم بتحريرك. من الآن أنت حر، ويمكنك أن تذهب إلى يوزر سيف. ألا يمكن لزليخة أن تكون هي أيضاً كيوزر سيف، تأخذ بالعفو وتعمل على عتق الرقاب؟ أنا أشكرك سيدتي. شكرا لك سيدة زليخة. ساعدوني. ومن؟ ساعدوني. ومن تراه يكون هذا؟ اسحبوه وسوف نعرف. اسحبوا للأعهية. جسد أي تعيس الحظ هذا؟ امسكه برجله. هيا تحرك. هيا يا رجال. اسحبوه. ساعدونا. هيا. هيا اسحبوه. أغريق هو أم مقتول؟ هذا كبير المعبرين في معبد آمون.
أنا جاهز على الدوام للقيام بمهمات من هذا النوع. أيها الحارس، أين جناب باديامون؟ جناب باديامون، جناب باديامون، مات كبير المعبرين، انتشلنا جثته من الماء، ها هي الآن بجنب النهر. اذهبوا مع هذا البحار وانظروا ماذا يريد. يقول إنهم انتشلوا من الماء جثة تعود إلى كبير المعبرين. إن كانت جثته حقا فأتوا بها معكم. نعم سيدي. أيها الأحمق، ألا يمكن الوثوق بك في مهمة صغيرة؟ جناب القائد، المكان حيث ألقينا به مليء بحيتان النيل. لماذا إذن ظهرت جثته على الشاطئ؟ إن تم اتهام المعبد بموت كبير المعبرين فسأعتبرك المذنب في هذا. إن خالفت العمل ثانية وأخللت بالاتفاق الذي بيننا وتسببت في إفشال الأمور فلن تشم رائحة النقود. اذهب. أنا قمت بعملي على أكمل وجه، لا أدري ما الذي حصل. اذهب، اذهب قبل أن يراك أحد هنا. اذهب وتوارى عن الأنظار، قلت لك اذهب حالا قبل أن يراك أحد هنا. إنه المعبر. هاي، ألست أنت بناروس الساقي، ساقي أمن حوتب؟ أنت لعلك نيني فركبتا، هل أصبت بهذا؟ ماذا يفعل صديقك يوزارسيف؟ هذا جيد، وماذا تريد منه؟ لي معه شغل كثير، أود من كل قلبي أن أراه. أين كان؟ أين؟ أين وجدتموه؟ كان ملتصقا بقوائم المرسى. فلترحم روحه الآلهة، لقد كان من كبار المعبرين في المعبد. أظن أنه لم يطق تحمل مرارة الهزيمة في مقابل ما عبر عنه يوزارسيف، فلم يجد بدا من إلقاء نفسه في نهر النيل. لقد كان صعبا على معبر عظيم مثله أن يقف عاجزا ومتحيرا أمام تعبير الرؤيا جناب الحاكم، لذلك أقدم على الانتحار. هيا خذوه إلى الغرب باحترام وادفنوا جسده في إحدى المقابر. هل أنت واثق أنهم قتلوه؟ لا أشك أبدا، لقد شهدت بالأمس على اعتقال باديامون لكبير المعبرين، واليوم ظهرت جثته في الماء، وقد رأيت نينيفير كابتا يتأمل الجثة ويضحك. أنا واثق أنه من قتله. ألم ترى كبير المعبرين كيف كان يلتمس الصفحة من ألخماهو عندما قاموا باعتقاله؟ ألا يرحم هؤلاء حتى بعضهم عندما يصل الأمر إلى تحقيق غاياتهم؟ ألخماهو وكهنة المعبد لا يتورعون عن ارتكاب أي جناية. على هؤلاء أن يعاقبوا، لا يحق لهم هذا الجشع وارتكاب هذه الجنايات. لقد قام ألخماهو بإجراء قانونه الخاص في المعبد، حتى حكومة مصر لا تتدخل في أمور المعبد الداخلية. إن أعانني الله فسوف أقتلع أصول هذا الاستبداد من جذوره. أنا قلق عليك كثيرا جناب يوزارسيف، انتبه لنفسك.
إن أنا تحصنت بدرع الله الواقية فلن يستطيع هؤلاء مجتمعين أن يصلوا إلي بسوء. عليكم بإفشاء خبر هذه الجريمة فيطلع الناس عليها ولا يتسنى للكهنة أن يستمروا في إخفائها. عليكم أيضاً أن تبحثوا على نينيفير كابتا، فهو رجل خطير جداً، إن بقي حراً طليقاً فسوف يرتكب جنايات أخرى أيضاً. لقد نسيت إخبارك على المقام. منذ بضعة أيام رأيت شخصاً غريباً كان بحالة يرثى لها يسأل عنك متلهفاً. ألم يخبرك باسمه؟ بلى، أظن مالك. أجل مالك. طبعاً لم يكن مالك بن زعر. بلى، مالك بن زعر، لقد أصبت، هو بعينه. هذا ليس ممكناً. كان يقول إنه يبحث عنك منذ ما يزيد عن 20 سنة. قوله صحيح، عليكم إيجاده، ابحثوا عنه أينما كان وأحضروه إلي. أمرك مطاع عالي المقام. مالك بن زعر، مالك، يعني هو بعينه.